مكبوس الدجاج هنبدأ نشتغل فيه ازاي؟ مقاديره زي ما اتفقنا هي مقادير كتيرة لكن متوفرة عند ست كل ستات البيوت. عبارة عن ايه؟ أول حاجة بنعمله هي له كذا مرحلة. الدجاج ده أنا جبته حوالي 1.1 كيلو بقسمه على 2 وبعد كده ببدأ اللي أنا هشوحه. هتشوحيه في ايه بقى؟ هشوحه في بصلة وفي قرفة خشب وفي حبهان ورق لورا وفي مسمار اللي هو القرنفل، وبعد كده عندي شوية من البهارات، شوية من البزار اللي هو الكركم، ولومي ناشف اللي هو الليمون الناشف. تمام، نقول الحاجة وايه وترجمتها. وبعد كده هو بعمل له خلطة تانية اللي هو الحشوة اللي انا هعملها له، اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ بصلة، عندي زبيب، عندي حمص منقوع، حمص طبيخ منقوع، عندي شوية من البهارات، عندي زعفران بودرة، وبعد كده عندي لومي ناشف وحب لومي باودر، وبعد كده هو عندي حبهان باودر نفس الكلام، وبعد كده عندي رز البسمتي. ايه يا عم كل ده؟ خلينا نشوف ايه بقى كل ده هنعمل في ايه دلوقتي. عندي اول حاجة بحط طاسة عندي على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، وحط عندي معلقتين 2 من السمنة كده، تمام، ونبدا. طبعا لو انتوا عايزين مكبوس الدجاج قدام حضراتكم اهوت، وللشوي الدجاج برضو على فكره، يعني بعد ما الدجاج عندي اللي انا هسلقه شويه واوريه لك ازاي، بحط له الخلطه المحترمه دي، زيت وكركم وزعفران وبهارات، 7 بهارات وشويه ملح صغيرين. يلا نركز ونشوف ازاي نقدر نعمل المقادير المحترمه ديت. انا متشوق لها بصراحه، انا من عشاق المكبوس، كلته قبل كده حاجه جميله قوي، يعني حاجه تاكليها كده اهو هتلاقي كل حاجه ليها طعم وأطعمة كتير داخلين في بعض. حط عندي البصل، تمام، والدجاج عندي طبعا بقوم جايبه واغسله كويس جدا، اغسله عندي بالدقيق، وبعد كده عندي بالملح الخشن والليمون، اغسلهم كويس جدا وانقعهم، وبعد كده ابدا ان انا اشطفهم تحت المايه البارده ونبدا اللي احنا نشتغل بيه. نحط بقى المنكهات المحترمه بتاعتنا اللي هي ايه؟ لا اللي يعني نقوم ايه ننفذ الخطوات ديت، نكتبها كده ونفهمها ونشوفها تبقى ماشيه ازاي. قرفه خشب، عندي ورق غار، ورق لورا، وبعد هو كده عندي ايه الحبهان، حوالي 3 فصوص ثوم حبهان، بعد كده بقوم واخد عندي شويه من البهارات، ادي شويه بهارات، شويه كركم صغيرين عليناها كده زي ما حضرتك كده شايفه، ونبدا ان احنا نقلب الخلطه دي مع بعضها. ما شاء الله ما شاء الله، الروائح المحترمه اللي بدات تطلع علينا بقى. تمام جدا، تمام. بعد كده اهوت ما حطينا البهارات، حطينا كل حاجه، اقوم واخد عندي شويه بساط جدا من الملح والفلفل الاسمر، اخد شويه فلفل اسمر ضيفهم عليها وشوية الملح على الايه؟ على البصلة اللي انا بحمرها ديت، وقلب الخلطة ديت كلها مع بعضها. يا عيني يا عيني على الروايح. نقوم واخدين ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا الدجاج ده بالجلد بتاعه، تمام، عشان لما اجي احمره ثم احطه هنا. شغالين في ايه دلوقتي الناس اللي مش لسه متابعه؟ مكبوس الدجاج، وهم حاطط ايه، احطهم هنا على النار لحد ما يبداوا ان هم يتحمروا معايا كويس. سلام عليك يا استاذ. تمام جدا. وبعد كده نقوم واخدين عندنا اللومي الناشف، حاطين واحده هنا وواحده هنا، جميل. وبعد كده اقوم جايب عندي 2 مسمار اللي هو القرنفل، حاطينه هنا، تمام. ونبدا ان احنا نعمل ايه؟ نحمر الكلام ده كله مع بعض. نركز بقى عشان ايه؟ بعد ما هتتحمر معايا هقوم مديها شويه ميه سخنه صغيرين، وبعد كده نسيبها عندي على النار لحد ما تكمل التسويه بتاعتها. هنا موجود عندي الطاسه الثانيه عشان هنبدا نعمل فيها الحشو. ما شاء الله ما شاء الله، اهي نقلب
على الوش الثاني لحد ما تبدا اللي هي تتحمر كويس جدا، وتاخد النكهه الجميله بتاعت البصل، بتاعت الحبهان، بتاعت الورق اللورق، بتاعت القرنفل، بتاعت اللومي، القرفه الخشب، البصل، الزيت او السمنه. كل الحاجات دي كلها ايه؟ هتبقى موجوده في الفرخه وهي بتتشوح. هقوم قلبها على الوش الثاني واقوم مديها اسقلها شويه ميه صغيرين واقوم سايبها. بعد كده بقوم واخد الفراخ ديت دهن لها الماده اللي انا قلت لكم عليها وندخلها الفرن تتحمر، وفي نفس نتج التسويه ده اقوم حاطط الميه عشان هجمس بيها الرز. موضوع واضح دلوقتي صح؟ طيب في حشوه كده جميله كده بتتحط كده معاها، تعال نشوف ازاي هنعملها بحمص الطبيخ. حط عندي طاسه ثانيه عندي على النار، نقوم حاطين عندنا زيت. بص الكلام بقى عامل ازاي، كلام كبير، كلام كبير. نقوم بعد ما تشوحناها كويس جدا واتاكد اللي هي خدت التشويحه المحترمه، ادي لها شويه ميه صغيرين تحت كده في البصله نفسها عشان ما تتحرقش معايا. الله، هنا بقى عم جمل الحشوه اللي انا هعملها واقدمها معاها عباره عن ايه بقى؟ بصلايه بقطعها قطع بس كبيره شويه، تمام؟ ادي قدام حضرتك اهيت، ونسيبها عندي على النار تدبل شويه كده صغيرين مع ربع مكعب مرق صغير. البصله بعد ما دبلناها كويس قوي هنقوم واخدين عندنا محتاجه تدبل سقنه بسيطه، اقوم واخد شويه كركم صغيرين عليها. سنه من البهارات، اي نوع بهارات اللي حضرتك عايزاه، حبهان بودره ولومي بودره، اهو شويه حبهان بودر وشويه لومي يدوني طعم منكهات. هو المكبوس كله في بهاراته اللي انا بحطها ديت. نستمتع بيها ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضها زي ما اتفقنا. دي الايه؟ دي الحشوه اللي احنا هنعملها له وهنضيفها عليه بعد ما تخلص. طيب بعد كده بقوم حاطط ايه بقى؟ اصحى بقى اللي جاي ده بقى، شويه زبيب عليها كده اهوت، تاكلها مع الرز. وبعد كده بقوم حاطط عندي حمص طبيخ بكون نقعه، نبدا نضيفه عليها كده ونسيب الكلام ده كله لحد ما يبدا اللي هو يستوي كويس جدا اهو. ناقص له ايه طبعا؟ ناقص له شويه الملح، هنضيف له عليها دلوقتي. ادي سنة الملح الصغيرة، سنة الايه؟ الفلفل. واسيب الكلام ده كله عندي على النار لحد ما يبدأ اللي هو يكمل التسوية بتاعته. نرجع للباشا الكبير اللي شغال ايه لوحده ده وعايش حياته، الفراخ. تمام؟ قدام حضرتك اهو، نحط له شويه ميه سخنه كده صغيرين كمان، كل شويه نحط له ميه سخنه، كل ما الفراخ تتشرب الميه نقوم حاطين لها ميه تاني. اتفرج على الطعم بتاع الفراخ هيبقى عامل ازاي. ده بقى ايه؟ الدنيا بقت تمام معايا في الدجاج. بص الدجاج عامله ازاي لما تتشرب الميه شويه شويه. طب نبدا نعمل الخطوه اللي بعد كده، ايه بقى؟ ايه؟ نغرقها بالميه لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. يلا بينا. الله عليك، حلو الكلام. وأم ايه؟ مهد عليها النار لمدة ربع ساعة، ربع ساعة. بعد ربع ساعة بقوم واخدها، واخد عندي الدجاج ده بعد ما تاخد المية دي بقى الجميلة ديت اللي هبدأ هشرب بيها الرزاية بتاعتنا. لكن مش دلوقتي، هنطلع دلوقتي فاصل. بس قبل ما اطلع فاصل هنعمل السائل. قبل ما هطلع فاصل بسرعة كده هوت، شوية كركم صغيرين، سنة زعفران صغيرة، شويه من القرنفل، وشويه من حبهان البودره. ده اللي انا هعمل بيه بقى بالظبط كده، اللي السائل اللي هدهن بيه. وبعد كده بقوم واخد عندي الزيت الذره، ونبدا اللي احنا نحطهم هنا كده. طيب بقوم جايب فرشه يا سعاده الباشا،
زي دي كده وقلب الخلطة دي كلها مع بعضها. الله عليك. وأقوم واخد بقى الخلطة ديت المحترمة ديت واخدها وحطينها على الدجاج عندي، تمام؟ بعد ما يطلع حطينا ملح؟ لا ما حطيناش ملح، هضيف شوية ملح صغيرين. وبعد ما الدجاج ده هو يستوي معايا وأقوم واخده وأقوم دهنه ونبدأ اللي هنحطه فين عندنا في الفرن. ناقص آخر حاجة إيه؟ ناقص آخر حاجة الرز هنعمله، لكن بعد الدجاج ما يستوي، لأن أنا هاخد المية اللي أنا هاخدها من الدجاج اللي استوى ده هنبدأ اللي احنا نحطها فين؟ هنا في الحلة ديت ونكبس فيها الرز بتاعنا. الدجاج عندنا جميل، بص عامل ازاي؟ الله الله. هناخد بقى كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. يطلع يا بطل. ونقوم حاطينه هنا. وبعد كده نقوم حاطين الهندي هنا. جميل؟ ممتاز. ودي بتغلي مع نفسها كده. نقوم واخدين ديت واخدين عندنا التلميع اللي احنا عاملينه، اللي احنا حاطين شويه زعفران وشويه بهارات وشويه كركم وشويه زيت ذره، ونبدا ندهن بيها الدجاجه المحترمه ديت مع شويه ملح. الله. نودي فين يا باشا بقى كده؟ على الفرن لحد ما تبدا اللي هي تحمر معايا. هودي بص بص اللون، بص اللون والشياكه، تحس انهم تنكين قوي في نفسهم كده مش عارف. هنوديهم ونحمرهم عندي في الفرن، وبعد كده نسيبهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي اللي احنا عارفينه. هنا بقى بقوم جايب عندي حله الاسلامبوش الجميله ديت، وعلى فكره الناس اللي ما تعرفش في عروض موجوده على الحله دي دلوقتي، في عروض موجوده والتوصيل مجاني لحد اخر شهر 12. الجماعه بتاعت برايتز هاوس على عروض راك وعلى اطقم الملامين، على كل الحاجات اللي احنا شغالين بيها، تقدري تطلبيها القطعه لوحدها، الحله دي تطلبيها لوحدها بس من غير الطقم. في ناس فاكره الطقم خمس قطع، لا انت تقدري تطلبي الطقم خمس قطع مع بعض وده عليه عرض كبير، او تقدري تطلبي قطعه واحده او قطعتين اتنين، والتوصيل هيجي لك مجاني لحد البيت. حلل اسلامبوش الاستانلس 100% صافي. طيب خلينا نشوف عندنا الرز بقى هنعمله ازاي. حط عندي الرز وأقلب الرز البسمتي عندي في الحلة، وبعد كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي بقى. اقوم واخد دي كده احطها هنا وابدأ اللي انا اقلب زي ما اتفقنا الرز. مش هنضيف له ملح، مش هنضيف له ملح. ليه مش هنضيف؟ مش هنضيف له ملح ليه؟ عشان احنا كده كده اصلا محطوطه في هنا في المرقه الجميله ديت الملح. فاقوم جايب مصفه كده صغيره. تمام اوكي. اقوم اقلب يا سعاده الباشا الرزايه الجميله ديت. وبص بقى ده الناتج التسويقي اللي طلع. وهات يا عم جمل نتيجة السؤال اللي طلع، اللومي والقرفة الخشب والبصل وكل الحاجات ديت خلاص اتصفت معايا، مش محتاجها، مش محتاجة الا المرق بس بتاعت الايه؟ الدجاج نفسه. الناس اللي احنا لسه فاتحة معانا القناة دلوقتي وبتتفرج علينا، احنا دلوقتي شغالين في ايه؟ في مكبوس الدجاج اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، وبنقدر نعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا هزود بس شوية مية سخنة هنا كمان. هنهد عليه خالص النار بقى مع نفسه. احنا كده تمام التمام. هنا الحشوة دي اللي هتاكلي صوابعك وراها، بص عاملة ازاي. دي بقى الحمص الطبيخ مع البصل، بص عاملة ازاي، مع شوية البهارات مع شوية الكركم اللي احنا حطيناهم مع شوية حبهان بودر. دي بقى خلاص كده بقت جاهزة عندي. قوم سايبها هنا كده لوحدها. المكبوس بنسبة 90% جاهز. الدجاج هيطلع هيترص على الرز نفسه، وبعد كده الحشو عليه من فوق، وبعد كده نبدأ اللي احنا نقدمها بالهنا والشفا. وناقص آخر حاجة طبعا شوية الزعفران اللي أنا حاططهم هنا. طبعا زعفران الشعر بصراحة غالي جدا، فدلوقتي في اللي هي بودرة الزعفران دي موجودة عند أي عطار ورخيصة شوية. تعالوا بقى بص المنظر ده بقى اللي جاي. بص اللي جاي بقى إيه بقى؟ جاي كلام كبير.
ايه اللي بيحصل؟ الرز ما بنقلبوش بعد ما ختم بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. في مواخده الباشا الحلو ده تمام، دي في عزومه موضوع تاني. تقومي حاطه الرز هنا كده، جميل جميل. وبعد كده يا عم جمال نقوم واخدين الحشو ده حاطينه هنا من غير ما نقلب الرز. الله عليك، بص المنظر اهو بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، على نار هاديه بقى خالص. اهدي النار على 2 واسيبها لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا بقى خالص الرزايه، وتكمل التسويه بتاعتها مع المهرجانات اللي موجوده ديت. وهم ايه قافل عليها، شغل عالي، كل حاجه محترمه في الاخر. شفتوا المكبوس اتعمل ازاي؟ له اكتر من مرحله، بس في الاخر هتاكل حاجه لو انت مثلا عندك عزومه، لا يعني ايه حاجه كده، ايه اللي انت عامله ده؟ خصوصا الخلاجه طبعا عارفينه، طبعا الكويت بالذات اشهر الناس بيعملوا المكبوس. انت لما تعمليه وتفاجئي بيه ضيوفك وتحط لهم الرزايه كده، ولسه هياخد الزعفران كمان، لو عندك زعفران شعر تقدري ان انت تحطيه في الميه وتحطي كده خيط رفيع كده مع الرزايه، بعد ما تخلص تقدم الرز والحشوه والدجاج عليه كده، موضوع مختلف تماما. الله، شويه ريحه كده يعني ايه عليا كده، ونشوف الموضوع عامل ازاي. بص الحشوايه بقت عامله ازاي، بص الرزايه، بص الموضوع، حوار حوار بجد. والدجاجة عندي ليه بقى؟ لما الدجاج بيطلع من الفرن مش تحس هو بقى شوية ناشف كده شوية من التحمير؟ لا، لما يتحط كمان بقى مع البخار هتاكل العضمية دي، هتطلع لك العضمية دي لوحدها كده من غير لحم. بص عليها، بصي بصي بقى الطرية ازاي، تمام؟ رغم ان هي واخدة التحميرة الجميلة، بس كمان هتاخد من طعم الرز اكتر. خدنا الفراخ حطيناها هنا مع الايه، مع الحشوة الجميلة بتاعت الزبيب وحمص المنقوع او حمص طبيخ، ركناهم هنا في طبق لوحدهم. خدنا بقى ايه الطبق، بص عامل ازاي، بص الرزايه، الله الله. لا والله انا مش يعني، فعلا الريحه حلوه قوي، الريحه ممتعه قوي بجد. بصوا اهو، بص الموضوع عامل ازاي، الصلاه على النبي، تمام. شوية رز محترمين، يقوم واخدين عندنا ايه يا باشا بقى، دي ايه، الله، الدجاج الايه اللي بص سايب من بعضه ده، والله سايب من بعضه خالص. حاطينه هنا كده، والحشوة عليها كده من فوق، ونقدم المكبوس بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. اتمنى ان شاء الله لو ينول اعجابكم، لانه بصراحه طعمه حلو قوي، الدجاج مستوي حلو، كل حاجه فيه حلوه بصراحه. شويه سلطه الدقوس كده جنبه اهو، السلام اهو جنبه كده، نغمس بالرز وناكل.